نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان، تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام اليوم الاثنين 7 مايو 2018 بدور نصف نهائي كأس مصر. وتنطلق في 7 مساء اليوم الاثنين مباراة الزمالك والإسماعيلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات نصف نهائي مسابقة كأس مصر، حيث اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي ومحمد أبو خاطر حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا. وسوف تنقل البث المباشر للمباراة قنوات النيل الرياضة ون سبورت اتش دي وديم سي سبورت اتش دي. وترددات هذه القنوات كما يلي: تردد قناة النيل الرياضة، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11843، الاستقطاب أفقي، معدل الترمية 27500، معامل خطأ 3.4. تردد قناة دي ام سي سبورت اتش دي، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11449، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 25700. تردد قناة اون سبورت، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 25700، معامل خطأ 3.4. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.